الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اتممنا ولله الحمد منا الدرس الماضي ما يتعلق بالشرح المختصر لاصول الثلاث. لو قال قائل يعني هذا شرح، لكن هذا شرح مختصر، هل المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الأصول الثلاثة أن تشرح في عام أو في 6 أشهر أو في 6 سنين مثلا؟ لا، بل هذه الأصول الثلاثة كانت مقررة زمن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد الشيخ إلى يومنا هذا، مقررة أنها تدرس حتى للعرب. فلا يمكن أننا يعني نأتي مثلا في بعض المسائل ونطول فيها، مثلا الآن مسألة النذر. النذر الآن على ما ترى في الجدول مطول في أقسام، هذه المطولات إن شاء الله تعالى نأخذها في كتاب. ولذلك قال العلماء من طلب العلم جملة ذهب عنه العلم جملة، ما استفاد شيء. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. قال الرباني الذي ربي الناس على صغار العلم قبل كباره. فلا بد أن نتدرج. اليوم مثلا أخذنا النذر قسم إلى قسمين، لله ولغير الله. غدا أو بعد غدا إن شاء الله تعالى نأخذ زيادة تفصيل في النذر. الشفاعة اليوم تكلمنا عنها، قلنا أن يصح طالب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط 4: حي وحاضر قادر، تعتقد أنه سبب. اليوم إن شاء الله تعالى في درس القواعد 4 نأخذ تفصيل الشفاعة. شيء فشيء تدرج، هكذا تسأل. ثم لا يمكن أنني الآن مثلا آتي وأشرح الأصول الثلاثة من العقيدة الوسطية ومن كتاب التوحيد. نستطيع بإذن الله أن نشرح الأصول الثلاثة في 10 سنين، ما في إشكال. لكن كيف أشرح الأصول الثلاثة بشرح الوسطية وشرح كذا؟ لا، لماذا لا أشرح الوسطية؟ وانتهى الأمر. وعلى هذا سار العلماء، منهم رحمه الله، منهم الشيخ بن باز رحمه الله، كان يختصر في الشرح. فلا إشكال، الإشكال أن لا نضبط المسائل. أما الإطالة قد تكون الأحيان إطالة يعني مملة، والاختصار قد يكون أحيانا مبهم. فماذا تصنع؟ هل خير الأمور ألبس مفهوم؟ نعم. طيب، قلنا لكم لا أحدث حتى ننتهي من الدروس، تجد أنه لا سؤال بإذن الله، مفهوم. في دواء لكن ما يباع في الصيدلية، يسميه بعض العلماء رحمه الله أصبرين، على وزن أسبرين. يخ أصبر على جفة المعلم. ذكرنا لكم فإن العلم في زفرات، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عسى لك عمرا. أخوان انتظروا قليل بعد دوس، هذا استشكي وهذا إلى نهاية آخر يوم تجد إن شاء الله لا سؤال. طيب، نعم. طيب، خلينا ما يتعلق بشرح الأصول الثلاثة. وقلنا أهم فائدة مستفادة من شرح الأصول الثلاثة أو من دراسة هذا المتن المبارك أننا بحاجة للتوحيد. مهما تعلم الإنسان التوحيد هو بحاجة للتوحيد. سبحانك لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. ويكرر التوحيد، نعم. الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر درس في كتاب التوحيد سأل بعض الطلاب: يا شيخ ماذا نبدأ بعد كتاب التوحيد؟ قال: كتاب التوحيد. قال الشيخ: انتبه، نحن الآن أتممنا كتاب التوحيد. قال: هذا الكتاب يحتاج إلى عشرات المرات نكرر. إيه نعم الله. طيب، نعم، كل واحد منكم يذكر لي فائدة واحدة مستفادة من دراستنا الأصول الثلاثة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يوقف الطلاب يقول: ظلم ولا اشكال،
وهذا القيام ليس للداخل وليس للكلام، لكن حتى يجيب ونسمع كلام الطالب ليس لديه مكروه ولا اشتم. اما قبل المعلم هذا لا، هذا امر اخر كما يعني درستم وكما عرفتم باذن الله. ولكن هذا القيام حتى اسمع الطالب، حتى يعني الدوره الدمويه تتحرك. بسم الله. نعم، اصبر على جفوة المعلم فان العلم في سفرات. نعم، فائده واحده. أهمية التوحيد وأنه رأس الأمر وعموده وأنه يحدد مصير الإنسان في الآخرة، فيه الخسارة أو النجاة. نعم، فاتح الله عليك. بسم الله. أخذنا تعريف الإسلام والإسلام لله. أخذنا تعريف الإسلام والإسلام للتوحيد، وقال له الطاعة براءة من الشرك وأهله. الإسلام تعريف التوحيد. عرفنا التوحيد لغة وشرعاً، عرفنا أنواع التوحيد الثلاثة. الإيمان لابد في تعريف عندنا السنة جمعا من الخمس: قولا باللسان، اعتقادا بالقلب، وعمل القلب والجوارح، زيادة بالطعن، قصب المعصية. فتح الله عليك. أخذنا أهمية التوحيد. أهمية التوحيد أهم العلوم، أشرف العلوم. تكثير الحسنات. وتكثير الحسنات، تكثير السيئات. تكثير السيئات. واستقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان، سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأخبر الله سبحانه وتعالى: أي عمل إلا به، لا يدخل الجنة إلا موحد. أخذنا مراتب الدين والإسلام. مراتب الدين الإسلام، وأعلى من الإسلام الإيمان، وأعلى من الإيمان إحسان. تعريف التوحيد. نعم. وإفراد الله بالعبادة. إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. نعم. لا شيء. تعلمنا الجواب عن الأصول الثلاثة. على أسئلة في القبر. نعم، ثمرة دراستنا الأصول الثلاثة الإجابة عن أسئلة القبر. تعلمنا أركان الإيمان. أركان الإيمان ما يتعلق بالشرح المختصر لأركان الإيمان. وإفراد الله في عبادته. نعم، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد. فتح الله عليك. الكفر بالطاغوت. لابد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع معبود من دون الله إلا الله، مثبت عباد الله وحده لا شريك له. وأخذنا أحسن ما قيل أو من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت: ما تجاوز بالعبد حد معبود أو متبوع أو مطاع. فتح الله عليك. نعم، ماذا؟ نعم، وتأخذ جالا. يا أخي لا أحد يدافع عن أحد. نعم، أي فائدة من الأصول الثلاثة؟ فتح الله عليك. عرفنا أقسام العبادة. أقسام العبادة أن ما هي؟ منها صرفه. أن العبادة كل من صرف شيء من العبادة قليلا أو كثيرا لغير الله فهو مشرك كافر. فتح الله عليك. رؤوس الطواغيت خمسة. رؤوس الطواغيت خمسة. إبليس. إبليس لعنه الله، وقلنا هذا خبر، وأنت تستعيد من إبليس. نعم. طيب، من رضي عن عبادة من دون الله. من عبد وهو راض، وقلنا لا بد أن تنتبه لهذه المسألة، قد تكون طاغوت أنت لا تدري. انتبه. نعم. من دعا العبادة نفسه. من دعا الناس لعبادة نفسه مثل فرعون. من دعا شيئا من علم الغيب قليل وكثير. ومن حكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله، قلنا سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى تفصيل الكلام فيه في كتاب التوحيد، لكن هنا لا بد أن تعلم أن من اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يصح، أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح، أو أن حكم القوانين أو الطواغيت مثل حكم الله أحسن، معتقد هذا كافر كفر أكبر. والبقية تأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأصول الثلاثة. العلم قبل القول والعمل. لابد
من العلم قبل القول والعمل. وإذا جاء بعض الناس وقال أنا ما أريد أتعلم حتى لا أعاقب على تركي للعمل، نقول أنت بهذا لو تترك تعلم الدين بالكلية أتيت بناقض ناقض الإسلام. أهمية العلم، فلا بد أن نتعلم. نعم، شرف العالم على العابد أهم ما يكون. فتح الله عليك. لا قلبه. عرفنا أن أنواع الجهاد ثلاثة. أنواع الجهاد أربع. جهاد النفس والشيطان والكفار والمنافقين وجهاد المنكرات والبدع والمعاصي. جهاد النفس يكون بسورة العصر، علم وعمل ودعوة وصبر. الشيطان ترك الشبهات والشهوات، الشهوات صغائر وكبائر، الشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر والأصغر. وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والجوارح وبالمال، والمنكرات باليد يكون هذا للسلطان، وباللسان للعلماء وطلاب العلم، وبالقلب هذا لا يمكن أن يرتفع عن المسلم. صحيح؟ نعم. أن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، أن الشرك أعظم الذنوب ولا بد أن تحذر منه وتخاف، ولهذا تدرس التوحيد. أن الصبر هو ثلاثة أقسام، صبر على أنواع الصبر ثلاثة، صبر على طاعة الله، على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله. نعم، لأن الشيطان يضع شباك يصطد بها الناس. فتح الله عليك. نعم، تعلمنا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل. ثلاث مسائل، المسائل هذه الثلاثة. قلنا المسألة الأولى تلخص بماذا؟ أن الله خلقنا ورزقنا بتوحيد الألوهية، إفراد الله، عفوا، بالربوبية والأسماء والصفات. بالربوبية والأسماء والصفات. نعم. ولا تدقق يا أخي، لأن بعض أقول أين الأسماء والصفات؟ أن الله خلق. هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبر، ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. هذه من صفات الله، أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. نعم، فتح الله عليك. المسألة الثانية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، بالألوهية. نعم، بالعبادة. نعم. المسألة الثالثة، البراءة من الشرك، وهذه تكون باللسان، بالقلب واللسان والجوارح. فتح الله عليك. استفدت فائدة عظيمة، ألا وهي أن من الموالات النظر للكفار بالإعجاب. نعم، هذا مو موالات الكفار، ولا بد من البراءة. والإمام أحمد إمام أهل السنة يقول إذا رأيت الكافر غمضت عيني مخافة أن أرى عدو الله. قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة أرى. نعم، طيب. نعم، بعد عرفنا أن مراتب الدين ثلاث. مراتب الدين ثلاث، عليها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. الله يفتح عليك. وكل مرتبة لها أركان. لها أركان. نعم، أركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام خمسة. الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. الحج، والحج، والصيام، والصيام، والزكاة، والصلاة. فتح الله عليك. طيب، الصوم والصلاة والحج والزكاة، حل الشهادتان أول. نعم، علمنا أنه الخوف والنذر والذبح لا يكون لغير الله. الخوف، الخوف كل العبادات لا يمكن تصفيه، كل العبادات، ولكن تصفيه النية لأجل لا تضع لغير الله يشرك فيها في كل العبادات. كل العبادات. نعم، أن رأس الأمر الإسلام وعمود الإسلام. رأس الأمر الإسلام، كان يقول لك بهذا الحديث والله أنه رأس الأمر الإسلام، وإذا قطعنا الرأس مات الجسد. والإسلام بين لك في الأصل الثاني من الأصول الثانية، وعمود الصلاة، أن الصلاة مهمة وهي الركن الثاني. نعم، ولا بد أن تؤدى في المساجد جماعة على رجال بالغين،
وذروة السلام لا بد أن تجاهد، لأن بعض الناس يظن الجهاد هذا كفار فقط. جاهد نفسه والشيطان مع سيدنا. طيب وغيره. نعم يا أخي، ذكرنا أن الخوف من الجن، ما حكم الخوف من الجن؟ في تفصيل. فإذا خاف من الجن وقرأ آية الكرسي وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأشعل الضوء مثلا وقال لا أنا وحدي ولا أسير وحدي، فهذا خوف طبيعي. وإذا ذبح واستعاذ بهم الله يفتح عليهم، هاي هذه الفائدة. معرفة الرب، معرفة الدين، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك. الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة. يتضمن الإيمان بأنهم عالم غيب غابوا عن الأرض، خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نعم. نؤمن بهم إجمالا بمعنى من الله سبحانه وتعالى من الأسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والصفات ما يعصون الله من أمره، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاثة أرباع، وأعمالهم مثلا جبريل موكل بالوحي، ملك الموت قبض أرواح، وأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. نعم لا لا. نعم لا لا خلف خلف. ومن الأركان الإيمان كذلك الإيمان بكتب السماوية. نعم. وأن منزل مخلوق، وأن الله تكلم به حقيقي، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبمعنى من الله سبحانه وتعالى من أسماء القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، وأخباره وأحكامه ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب وهين عليه. فتح الله عليك. الله يفتح عليك. أعلى مرتبة عبادة المشاهدة، تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، وهذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هل تقدر على الوصول إلى هذه المرتبة؟ نعم. إن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية، عبادة خوف وهرب، وتسمى عبادة المراقب، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. نعم. متكئ على عمود. نعم. أن الإيمان يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. أن الإيمان يزيد وينقص، ما الدليل على زيادة الإيمان؟ أيكم زادته هذا الإيمان؟ وإذا كان يزيد ينقص، وجاء النقصان مصرحا به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نعم. نعم. شروط الإيمان ما هي؟ إيمان بالله وملائكته ورسله. أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. فتح الله عليك. نعم يا أخي. نعم. أقسام الدعاء، أقسام الدعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة. صرف الغير لا شرك أكبر، دعاء بلسان الحال، ودعاء المسألة دعاء بلسان المقال، ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه الله صرف الغير لا شرك، فيما يقدر عليه المخلوق صرف شروط أربعة. نعم. الخوف على ثلاث أحوال. على ثلاث أقسام. خوف تعظيم. خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف الغير لله شرك أكبر. شرك أكبر. الثاني. الثاني خوف طبيعي جبلي. خوف النار. خوف من النار، من اللصوص، من قطاع الطريق، خوف من السباع. وخوف محرم وهو القنوط. من رحمة الله وطاعة المخلوق. في معصية الخالق. أجل فتح الله عليك. نعم. مراتب القدر. أربع مراتب القضاء والقدر: علم وكتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وجل وتكوين. العلماء سهل كل شيء. نظم، نثر، تأليف، تبويب، باقي تمشي في الطريق حتى تصل. الأول المرتبة الأولى العلم، أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى عالم كل شيء ولا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع علم الله سبحانه وتعالى وقع في الكتاب. الثاني أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء أن تقوم الساعة. الثالث
هل للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم، لكن هذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون. نعم يا أخي. تعريف التوكل، صدق الاعتماد على الله مع الثقة به الأخذ بالأسباب، لابد من أمور ثلاثة، صادق واثق أخذ بالأسباب المشروعة على المؤمن. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دعا بدأ التوحيد، دعوة التوحيد. نعم، 10 سنين يا أيها الناس اعبدوا، 10 سنين إلى أن توفاه الله، 10 سنين يدعو التوحيد، ثم التوحيد وفرض عليه الصلوات وكذا. نعم، فلا بد أن تدعو التوحيد، فعلم الناس التوحيد. نعم، هنا قاعدة، يعني العلم يعني لا بد بالعمل، أول معذب قبل الأوثان، قبل نعم، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن، فتح الله عليك. الهجرة، أي هجرة؟ الهجرة من دول الكفار إلى من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، هذه باقي إلى قيام الساعة. نعم، والهجرة من مكة، التهجر ما حرم الله، والهجرة من مكة المدينة قبل فتح مكة، هو هجر ما حرم الله من معاصي، فتح الله عليك. نعم، سبحان الله. نعم، ما أول نداء أودي به المؤمنون؟ أول نداء في القرآن، في أيها الناس اعبدوا ربكم، نداء للتوحيد، وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن فلا تجعل الله أندادا، الند الشبيه والنظير والمثيل، وأنتم تعلمون ما أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لابد أن يفرد بالألوهية. أيها الناس، من الناس؟ كل الناس. لا، نعم، كل الناس. من الذي ذكروا؟ من أول؟ أقرأ السورة من أولها، أقرأ أقرأ سورة البقرة. هذا أول شيء. طيب، وصف المؤمن، ثم إن الذين كفروا، ثم وصف الكافر، ثم وصف المنافق. يا أيها الناس، من مؤمن وكافر ومنافق، انتبه انتبه. نعم، ما عرفت النبي عليه الصلاة والسلام من نسبه؟ لا بد أن نعرف أقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثة لمن بعث، صحيح، وأنه بلغ وأدى الأمانة، وأنه مات عليه الصلاة والسلام، ترك الأمة على بيضاء نقية ليلة كنهار لا يزيغ عنها إلا هذا. فتح الله عليك. أن محمد عليه الصلاة والسلام نسبه هو محمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن قريش بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش العرب، العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، الإيمان يكون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا عند من تعريف الإيمان؟ عند من؟ عند أهل السنة والجماعة. طيب، فتح الله عليك. الإحسان وهو ورث واحد له مرتبة. طيب، عبادة مشاهدة وعبادة مراقبة. أقسام الذبح، أقسام الذبح، ذبح لله وذبح لغير الله، ذبح لله، هذه وضاحة عقيقة وصدقة، وذبح لغير الله، لغير الله، إما جائز أو شرك أكبر. إذا لم تفهم هذا التقسيم الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قسم الذبح إلى 3 أقسام. أشكل عليك هذا التقسيم الموجود أن الذبح ينقسم إلى قسمين، اتركه. قسم الذبح إلى 3 أقسام، ذبح لله وذبح لغير الله شرك أكبر، وذبح جائز، وارتاح. طيب، مفهوم؟ طيب، هل هناك إشكال في الدرس؟ خارج الدرس ما نريد إشكال، داخل الدرس في إشكال؟ أبد، الحمد لله. يقوم أي واحد يقول يقوم، يقوم، ما في إشكال. نعم، غير، هل يوجد إشكال في الدرس؟ فوائد ما شاء الله، الحمد لله، استفدت. ما تجلس في إشكال؟ نعم، شيخنا، أكو مقول الإمام الشنقيطي إنه يقول إن الله ما يحاسب على إنه أنت ليش ما كفرت هذا الشخص، فهل هذا صحيح المقولة؟ ما أدري، هذا ما هو درس، اجلس. عشان في تكفير، في التكفير المعين إحنا قلنا الله محاسبك على هذا، فما يمكن إطلاق الأحكام على الأشخاص إلا من علماء.
ولذلك عندنا بفضل الله انه ما يتولى الحكم عن الاشخاص الا القضاء، صح؟ يرفع امر للقاضي وقاضي المحكمه يسقط سك ويصدق وكذا ويصدر سك في فلان، نعم، مسلم او كافر او غيره، هذا تولى كبار العلم، حتى صغار العلماء ما يسمع هذا. كيف اليوم انه ياتيك بعض الطلاب هو الذي يتولى الاحكام كذا وغيره؟ طيب، فإذا الحمد لله لا اشفى. طيب، اهلا وسهلا. سلام. اول يوم تاتي؟ شيخنا اخترت الدرس تبع الظهر. وبعدها؟ اللي قبل الظهر. وبعدها؟ ما حضرته. لماذا؟ ما فقت صراحه. الحمد لله. طيب، ماذا اخذنا؟ اصول الثلاثة. ماذا اخذنا من اصول الثلاثة؟ اصول الثلاثة مسائل القبر. مسائل وغيره؟ طبعا كثير منهم تعرض لها اسباب. منها اول المقدمة، اخذنا القواعد الاربع مسائل من المقدمة الاولى يجب تعلموها. نعم. ايش فيها المقدمة؟ مقدمة الأولى. طبعا كلها مستفادة من سورة العصر. المسائل الأربع. العلم. وغيره. المسائل الأربع، المقدمة الثانية، المسائل الثلاثة. المسائل الثلاثة والثالث. المقدمة الثالثة الحنيفية. أن الحنيفية من ما هي الحنيفية؟ الحنيفية هي الملة المانعة الشرك المبنية على إخلاص التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة، أي مقبل الله ودمع الشرك. طيب، الرابعة. هذه ثلاث مقدمات. باقي الرابع. بعض الأسئلة كانت وجهها فيها الشيخ الإسلام إلى قارئ هذه الرسالة. مثل؟ من ربك؟ لماذا أسأل؟ بما عرفت ربك؟ لماذا أسأل؟ الفائدة تثبت أكثر بالسؤال والجواب. هذه طريقة من أين أخذها؟ من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ كثير ما كان يسأل من الصحابة رضي الله عنهم. مثال. حتى يسأل مثلا كذا. الله يفتح عليك، أجلس. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أتدري ما حق الله العباد؟ حق العباد على الله؟ كثير. لا تتغيب مرة أخرى. لا تتغيب. نعم. طيب.